هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل يصح أن يقال الغاية من خلق الله أن نعبد الله؟ وهل يصح أن نقول الغاية؟ هل يصح أن نقول الغاية من خلق الخلق أن نعبد الله؟ نعم، هذا في القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الغاية، السبب، العلة في خلق الخلق هو أن يعبدوا الله عز وجل. نعم.